الوفد المرافق كان في الحقيقة مذهب في الموضوعات التي أثرناها، سواء في اللقاء المنفرد اللي عقدناه أو خلال المباحثات الموسعة. فأنا بعتذر إذا كنا اتأخرنا على سيرتكم بعض الشيء. أنا في البداية برحب بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية ونائب الأول للرئيس المفوضية الأوروبية في زيارته إلى القاهرة، جوزيف بوريل، صديق عزيز، كان لنا الفرصة للتواصل في عديد من المناسبات في إطار السعي المشترك لدعم ما نعتبرها علاقة ذات أولوية وأهمية بالنسبة لمصر، للعلاقة التاريخية الممتدة فيما بين مصر وشركائها الأوروبيين سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. العلاقة بين الشعوب عابرة للتاريخ، والاتصال والقرب والتأثير المتبادل شيء واضح للجميع، خصوصا في مواجهة التحديات العديدة اللي بتواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تجعل من الأهمية تكثيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. الاتحاد الأوروبي والمفوضية تقدم كثير من الدعم المصري في نواحي كثيرة، سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالا بقضايا الهجرة. وبالتأكيد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد أيضا مشتركة. هذه العلاقة ممتدة لأكثر من 20 عام منذ توقيع على اتفاقية الشراكة، بما يقتضي دائما أن يتم المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نصب إليه من منافع، ونستطيع أن نقوم أي نواحي نقدر بأنها تحتاج إلى مراجعة وإلى التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطرفين. خلال مباحثاتنا تطرقنا بشكل مذهب إلى العلاقة الثنائية فيما بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي في كل مناحي التعاون، أهمية إيجاد فرص جديدة لهذا التعاون اتصالا بمجالات اللي ظهرت خلال السنوات الماضية، خصوصا مجال الطاقة والطاقة المتجددة والربط بين مصر والقارة الأوروبية، قضية تنوع مصادر الطاقة، تناول التحدي الخاص بتغير المناخ وغير ذلك من النواحي أيضا الداعمة للمساعي مصر نحو التنمية المستدامة. ولكن بالتأكيد أيضا تناولنا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل إلى حل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيف نستطيع أن نعمل سويا من أجل تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع. تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالوضع في السودان، في ليبيا، في شرق المتوسط، قضية الهجرة، قضايا حقوق الإنسان والتعاون فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار مشاورات وتواصل بعيدا عن توجيه الاتهامات، ولكن في إطار اكتساب الخبرات ورفع الكفاءات وأيضا القدرة على شرح التطور القائم في مصر في كافة النواحي، سواء النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، اتصالا بمساعي الحكومة المصرية في تنفيذ الالتزامات القائمة في الدستور المصري
وأيضا الرغبة دائما في مراعاة احتياجات الشعب المصري وحقوقه. بالتأكيد أنه أيضا الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية ذات اهتمام مشترك، وأنا عائد من زيارة كل من كييف وموسكو في وفد برئاسة دولة رئيس الوزراء. فكل المواضع في الحقيقة نستطيع أن نتعامل معها من خلال التعاون فيما بيننا. الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي الأول لمصر، ونسعى أن تزيد الاستثمارات الأوروبية للعوائد القائمة. مصر سوق كبير، ولكن أيضا تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة أيضا على الاتحاد الأوروبي، فإنه يمنع الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة، وتستطيع مصر استمرار أن تلعب دورها في تهدئة الأوضاع وبأن تكون مثل لعوائد الاستقرار. برحب بالممثل الأعلى مرة أخرى، وبتطلع إلى الفرص اللي تجمعنا في المستقبل وتكون قريبة، وبشكره على الجهد الشخصي اللي بيبذله واللي بلمسه في إطار اقتناعه بأهمية هذه العلاقة والعمل المشترك في تدعمها. فبشكره وبرحب به ومتطلع دائما للقاءاتنا. شكرا. Thank you, Minister Shukri. Thank you very much for your أشكرك شكرا جزيلا على هذا الترحيب الحار، وأعرف أنك قد رجعت كذلك من رحلة من كييف ومن موسكو، وأقول مرة أخرى أن هذه كانت فرصة طيبة لعقد مثل هذا اللقاء المطول، وقد تناولنا العديد من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك التي تهم كلا الجانبين، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية. هذه هي الزيارة الثانية لي، وهي الزيارة الثانية لي بحكم منصبي كالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا قد التقينا كثيرا في لقاءات ثنائية، وقد وضعنا أطرا كثيرة من أجل تحقيق أهدافنا، وأعتقد أن لدينا الكثير ولدينا كثير من القضايا، ونستطيع أن نحقق أعلى مستوى من التعاون على كافة المستويات. وكان لدي عظيم الشرف للقاء سيادة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وكذلك التقيت كذلك بالأمين العام لجامعة الدول العربية. في خلال هذه الزيارة القصيرة كان هناك كثير من الفوائد التي حقيقة تطلعنا إليها وحققناها بالفعل، خاصة في خضم هذا العالم المليء بالتحديات حاليا. اسمحوا لي أن أقول وبوضوح شديد أن هذه العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكلا الطرفين. أعتقد أنها علاقات مميزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل. نحن نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثالي من التعاون. حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة، فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون، ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة، ونحن
نسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري، فبالفعل هناك علاقات قائمة، ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات، ونحن نتعاون عن كثب وعن قرب مع الجانب المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات. كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا، وهي هامة للغاية، ونستطيع أن نحقق أفضل معدل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام. إذن نحن حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لدينا رؤية عميقة، ولدينا حوار سياسي كذلك، ونسعى إلى تطويره. حينما يتعلق الأمر بملف القضايا الإقليمية وخاصة في السودان، وأعتقد أن قضية السودان قضية هامة للغاية للجانب المصري. بالفعل إن أنتم لديكم أكثر من خلال هذه الأزمة أكثر من 2700 نازح سوداني في مصر. أعتقد أن لديكم بالفعل تحدي كبير هنا، وأعتقد أنه ينبغي توجيه الشكر للجانب المصري، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى دوما للتعاون مع الجانب المصري من أجل معالجة هذه القضية، ومن أجل استقبال الكثير من اللاجئين ومساعدة مصر في هذا الإطار. نعتقد أن هذا دور أساسي كذلك يقع على عاتقنا، ونحن نقدر ونثمن كثيرا ذاك الدعم الذي تقدموه، وخاصة حينما يتعلق الأمر بكرم الشعب المصري وهذه الاستضافة الكريمة للاجئين السودانيين خلال هذه الأزمة. ونحن بالفعل قمنا بالعديد من المبادرات، وأعتقد أننا ينبغي أن نضع إطارا لإيجاد حلول. وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن مصر تعد ركنا وركيزة أساسية حينما يتعلق الأمر بالملف الإفريقي، ونحن نشجع ونساند وندعم مصر من أجل تجاوز كافة الصراعات في إفريقيا. ونعرف وندرك جيدا أن مصر دورها دور أساسي في حل كافة الصراعات، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي حل بجود أن يوجد تعاون مشترك بين كل الأطراف، ونحن نؤمن بذلك. حينما يتعلق الأمر بفكرة الهجرة، لقد وجدنا وقرأنا وسمعنا في الإعلام عن ما حدث من غرق المهاجرين على بعض السواحل في البحر المتوسط، وهذا في واقع الأمر إنما يدفع بمزيد من الجهود حتى نستطيع أن نضع حدا لفكرة الهجرة، وأن نضع في اعتبارنا أن هذه الإشكالية وهذا التحدي لا يمكن مواجهته فقط من جانب واحد أو دولة واحدة. نحن نعترف ونؤمن ونقر بذلك، ونرى أن هناك دور رئيسي علينا كذلك في التعاون مع مصر، وأعتقد أننا ينبغي أن نضع حدا لهؤلاء الذين يتاجرون بالبشر وهؤلاء المهربون. نحن ندرك ونعرف جيدا هذه المخاطر، ونستطيع أن نقول أن هؤلاء ينبغي أن يتم وقفهم، وخاصة حينما يتعلق الأمر كذلك بحقوق الأطفال. قبل زيارتي إلى مصر كان هناك كثير من التحديات، وأعتقد أنكم بالفعل تستطيعون تقومون بدور رائع ومميز في هذا الإطار. ربما أعتقد أن مصر بالفعل لديها تحدي كبير، لأن بها عدد كبير من السكان، وفي الوقت ذات فهي تستضيف آلاف اللاجئين من دول مجاورة، وهذا أمر نقدره للغاية.
وفي واقع الأمر كذلك تقوم مصر بالحفاظ على أرواح هؤلاء الأفراد. وكذلك حينما يتعلق الأمر بالتعاون الأمني فنحن لدينا إطار كذلك لتبادل الآراء والأفكار، ونحن نعتبر أن مصر ستكون بمثابة عنصر استراتيجي للحوار مع القارة الإفريقية، ومن خلال الشراكة فإن القارة الإفريقية، نحن نؤمن بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنمية والمشروعات التنموية، خاصة في مناطق بعيدة مثل الصومال وفي المناطق الساحلية وفي كثير من المناطق الأخرى، وبالتالي فنحن نؤمن كذلك بالتعاون المشترك في هذا الإطار. لقد تبادلنا الآراء كذلك حول عملية السلام وفيما يحدث في ليبيا وفي سوريا، وكذلك بقضية سد النهضة في إثيوبيا. لا أستطيع أن أقوم بتلخيص كل النقاط، لقد تطرقنا إلى كثير من النقاط، وخاصة قضية المياه وما مدى حيوية هذه القضية لمصر، ونحن نعرف ذلك. فنهر النيل يعد شريانا أساسيا للحياة وللوجود في هذه البلاد، ونحن بالفعل سوف نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار. وبالفعل تناولنا كذلك إشكالية الصراع في بين أوكرانيا وروسيا، وهذا الغزو الغير مبرر والذي لا يحمل أي صفة قانونية، ونحن نؤمن ونقر بأن مصر تلعب دورا أساسيا. حتى هناك كثير من التأثير، وأعتقد أن هناك أزمة تتعلق بالغذاء، وهناك كذلك أزمات أخرى ناجمة بسبب هذا الصراع، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وحماية أرواح الأبرياء والمدنيين. ومن أجل ونحن نطالب ونؤمن بالسلام، ونحن نرى أن هذا هو الحل الأمثل. نحن سويا نؤمن بهذا الأمر. هل تعرفون من هو الطرف الأكثر حرصا على السلام؟ إنه الطرف الأوكراني، ونحن نعرف ذلك، ولكن الأمر يتوقف على حسب المواقف والسياقات. وأعتقد أنكم هنا في مصر تمثلون قيادة القارة الإفريقية، وزيارة المسؤولين المصريين لكييف ولموسكو نحن نقدرها ونتطلع إلى نتائج جيدة من هذه الزيارات من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو السلام، وحتى نحقق السلام العادل والدائم لكافة المناطق في العالم، وحتى نحافظ على أراضي الأوكرانية. معالي الوزير وصديقي العزيز، شكرا جزيلا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وعلى مناقشة هذه القضايا الهامة، وأنا أتطلع إلى مزيد من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى نستطيع أن نحقق أفضل النتائج لكلا الجانبين. معالي الوزير والمؤثر الأعلى أستاذ إبراهيم مصطفى من أخبار اليوم، تفضل. مساء الخير، إبراهيم مصطفى، جريدة الأخبار. سؤالي للسيد جوزيف بويل. السنوات الأخيرة شهدت الكثير من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية، فهل السيد بويل أن يطلعنا على مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك؟ شكرا جزيلا. Did you understand the question? The momentum created between the relationship, the bilateral relationship, and how you view overcoming, maintaining that momentum and increasing. Well, as I said, I think that كما قلت من قبل أن هذه العلاقات هذه
تتحسن في السنوات الأخيرة، ونحن نؤمن كذلك بأن هناك إشكاليات، ونحن نتناول كل الأمور بصراحة، وهذا نرى أن هناك مزيد من التعاون المشترك بين كلا الطرفين من أجل أن، وخاصة في القضايا ذات التحديات مثل السودان وفي إثيوبيا وفي الشرق الأوسط، ونحن بالفعل نسعى إلى تحقيق مزيد من التحسن في هذه العلاقات. تم التوقيع على وثيقة الأولويات لسنوات 2021 حتى 2027، وهذه القائمة هي قائمة مسهبة وتتناول كل مجالات التعاون فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن الآن بصدد وضع الآليات التنفيذية لتحقيق هذه الأولويات، وكثير منها بالإضافة إلى ما تفضل به الممثل الأعلى أيضا مرتبطة بجهود التنموية في مصر، مشاريع الاقتصادية التي تؤهل الاستمرار الجهود والبرامج المصرية في مجالات الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للبلاد. الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول التجاري، حجم التبادل التجاري فيما بين البلدين، اتفاقية المشاركة وما تتيحه من نفاذ السلع على الجانبين، كلها أمور نعمل على زيادة حجمها، نعمل على تنميتها، والمكون الاقتصادي في هذه العلاقة وتنفيذ المشاريع التي ذكرها الممثل الأعلى، فهو إطار متكامل يصب في مصلحة متبادلة ويسهم كثيرا كما تفضل الممثل الأعلى. دائما لدينا طموح بأن تكون هناك موارد أكبر، لأن التحديات في الحقيقة كبيرة، سواء كانت اقتصادية سواء كانت أمنية، ونأمل أن تكون الموارد متاحة لمزيد من التعاون فيما بيننا، وأنا واثق بأنه الممثل الأعلى يشاركني في الرغبة في أن نجد الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات وبالقدر اللي يكون له تأثير حقيقي في التصدي لها. أستاذ أحمد جمعة، اليوم السابع، تفضل. السؤال موجه لمين؟ مساء الخير يا فندم. أحمد جمعة، المحرر الدبلوماسي في اليوم السابع. سؤال للسيد جوزيف بوريل. خلال الأشهر الماضية شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيدا مستمرا ضد الفلسطينيين على إثر وجود حكومة بها شخصيات إسرائيلية متشددة لا تؤمن بمبدأ حل الدولتين مثل بن غفير أو سموتريتش. هل لك أن تطلعنا على موقف واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض حالة التصعيد بين الجانبين ودفع عملية إعادة إحياء حل الدولتين خلال الأشهر المقبلة؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالجانب الأوروبي، أعتقد أن الأمر واضحا أن الطريق الوحيد من أجل إنهاء هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل كلا الدولتين، وهو يقوم على أساس التفاوض بين كافة الأطراف. فنحن نؤمن بفكرة السلام، وقد تحقق السلام بالفعل مع كثير من الدول العربية، وحتى نحقق السلام، نريد تحقيق السلام كذلك مع الفلسطينيين، وهذه قضية لا ينبغي نسيانها، وهذا السلام ينبغي أن يقوم على أساس حل الدولتين مع بعضهما البعض في سلام وأمان، ويضمن كافة الحقوق. هذا لا يأتي من السماء فجأة، ونحن لا هذا سوف يأتي فقط من خلال المفاوضات الحقيقية حتى نصل إلى صياغة تفاهم، وينبغي أن نحاول أن نرجع كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بفكرة التصاعد العنف، هذا
في واقع الأمر يؤكد أن الحل الوحيد هو في المفاوضات. نحن بالفعل لدينا قلق ومخاوف من فكرة هذه الأحداث العنيفة المتصاعدة، وأعتقد أننا حينما كنا في شرم الشيخ تناولنا هذه القضية وتطرقنا إلى آليات تحقيق السلام، ونحن نتطلع إلى الجهود المصرية من أجل تخفيض حدة العنف، ونحن نتعاون مع الجانب المصري في هذا الإطار ومع كثير من الهيئات الدولية حتى نستطيع أن ننهي هذا الصراع وأن نحيي مرة أخرى عملية السلام حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. وها ونحتاج إلى الجهود في هذا الإطار ونحتاج إلى الجهود المصرية. مصر بالفعل دورها دور مركزي ورئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، وعملية السلام لا يمكن أن تنطلق إلا بمصر أولا، فمصر تلعب دورا أساسيا في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى الدور المصري وسوف ندعم هذا الدور بكل قوة، وسوف نستمر كذلك ببذل الكثير من الجهود حتى نستطيع أن نحقق الهدف في نهاية المطاف. مستر سمير عمر from Sky News. سمير عمر قناة سكاي نيوز عربية. سؤال لمعالي الوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. يعني الحديث عن أهمية التطورات الحاصلة في السودان وتأثيرها المباشر على الأوضاع في مصر، وبخاصة بعد وصول نحو 200 ألف أو ربما ربع مليون سوداني لمصر بعد اندلاع الأحداث قبل نحو شهرين، هل تناقشتم مع سيد بوريل لوضع آلية دائمة ربما لدعم الدول المتأثرة باستضافة الشقاء السودانيين جراء هذا الاقتتال الداخلي، وأيضا ما يتعلق بتصورات مصر للخروج من هذا المأزق؟ مالك عقار النائب رئيس المجلس السيادي السوداني موجود في القاهرة والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وأشار بوضوح إلى أنه دور مصر مهم، وأشار أيضا إلى الخطورة اللي يمكن أن تحدثها استمرار الأحداث في السودان. سريعا كده برضو، السيد بوريل قال في لقائه أو عقب لقائه بالأحرى الأمين العام لجمعية الدول العربية إن لقاء وزاريا أوروبيا عربيا تم إلغاؤه بسبب عودة سوريا للجامعة العربية، وقال إن هذا قرار سيادي للدول العربية، لكنه أيضا أشار إلى تحفظ أوروبي واضح وظهر في تأجيل هذا في إلغاء هذا الاجتماع. رد الموقف المصري على هذا القرار الأوروبي. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسودان، بالتأكيد أنه قضية السودان أخذت حيز كبير من المشاورات فيما بيننا للإحساس المتبادل بأنه هذه قضية لها تأثير واسع النطاق على أمن واستقرار المنطقة وبالتبعية أمن واستقرار أوروبا، وأنه ما يحدث في هذه المنطقة له تأثير على أمن البحر الأحمر، على قضية مقاومة الإرهاب، على أهمية الحفاظ على الاستقرار بالدول والمؤسسات الشرعية وعدم انزلاقها نحو الفوضى، لأنه يصعب فيما بعد ذلك استعادة الاستقرار، وكل ذلك له تأثير بالغ على مقدرات الشعب السوداني، وبالتأكيد العلاقة التاريخية الوثيقة اللي بتربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة، و التلاحم الشعبي ولكن أيضا التواصل الجغرافي فيما بين الدولتين يجعل كل شيء يحدث في أي منهما له تأثيره البالغ على الجانب الآخر. مصر تبذل كل جهد في احتواء هذه الأزمة، تركز جهودها الحالية على وقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحوار. نعمل من خلال تواصلنا مع دوائر مختلفة التي تتناول قضية السودان، الإطار الثلاثي الرباعي من خلال الاتحاد الأفريقي، ولكن بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي وأعضاء الاتحاد لها أيضا دورها وأهمية التواصل معها. كل الجهود الآن تركز على قضية وقف القتال، لكن علينا أن نبحث فيما هو يتعدى ذلك إلى كيفية استعادة الاستقرار، استعادة الأمن، الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية،
والوصول إلى خريطة طريق للمستقبل تضم كل أطياف السودانية وتحقق مصالحها. مصر معرفة بحكم الجيرة وبحكم التواصل للأوضاع في السودان، علاقات وثيقة مع الشركاء على مختلف الأصعدة في السودان، وتناولنا أهمية أن نتعدى مجرد القضية الحالة اللي هي خاصة بوقف العدائيات إلى كيفية استئناف المسار السياسي، كيفية التعامل مع القضايا من منظور واقعي، منظور يحقق مصلحة الشعب السوداني ويحمي من التدخلات الخارجية اللي ربما تسعى لتحقيق مصالح تتعدى مصالح الشعب السوداني. نحن على أتم استعداد للتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف، لدينا تواصل مع دول الجوار وتنسيق وثيق معها، وبالتأكيد أنه هذه قضية لابد من أن تكون هناك وحدة رؤية إزاءها من كافة الشركاء الفاعلين، ولكن من منظور واقعي يؤدي إلى تناول القضايا الرئيسية، وفي المقام الأول الحفاظ على الشعب السوداني ومقدراته. نعم، مصر تستضيف أشقائها وأتاحت للأشقاء في السودان اللجوء إلى مصر هربا من ويلات الحرب والمخاطر، هذا بالتأكيد يأتي بقدر من الضغوط الاقتصادية، لكن مصر دائما تطلع بمسؤوليتها تجاه أشقائها وتستضيف أعداد كبيرة جدا من اللاجئين من أوضاع سواء كانت أمنية أو اقتصادية في بلادهم، لا تقيم معسكرات لاستضافتهم ولكن تتركهم في الحيز المصري بكل حرية وبكل رعاية تستطيع الدولة أن تقدمها. الممثل الأعلى أشار إلى المساعدة اللي بيقدمها تحديدا لمواجهة هذا الأمر، لكن أيضا تحدثنا عن الإطار الأوسع لاستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين والحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع أن تلبي مصر وتطلع بمسؤوليتها، وفي نفس الوقت هذا يعود بالمصلحة على أوروبا. هذه قضية أصبحت قضية حساسة في الدوائر الأوروبية داخليا في الانتخابات الأوروبية، وهناك تجاذبات كثيرة على الساحة الأوروبية فيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على الدول الأوروبية للتعامل مع هذه القضية. ليس هناك دولة أوروبية تستضيف العدد الذي تستضيفه مصر، وبالرغم من ذلك نحن نفعل ذلك ومقتدى الالتزام بالإطار التعهدي الدولي اللي نحن ملتزمين به، ولكن من منطلق التاريخ المصري الطويل في رعاية أشقائها وفي احتضانهم، لكن نحتاج إلى استمرار الدعم من قبل أشقائنا في الدول الصديقة، لأنها مصلحة في النهاية مصلحة مشتركة. مصر أصبحت دولة مقصد، وإذا تعثرت الأمور هتعود تاني وتصبح دولة معبر، وهذا سوف يضع ضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي ودوله. فعلينا أن نتعامل من خلال التعاون للتعامل مع هذه القضية، وكما تحدثت فالممثل الأعلى ذاته يقدر بأنه الدعم المقدر هو ليس كافيا، ولكن علينا أن نبحث عن الموارد التي تكون لها إسهام أكبر في تناول هذه القضية. فيما يتعلق بجزئية الاجتماع اللي كان مقرر أن يعقد فيما بين جماعة أعضاء دول جماعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والقرار الذي اتخذ، في الحقيقة هو تطور مؤسف، لأن كنت أعتبر أنه هذه العلاقة التي تجمع 27 دولة أوروبية ب 21 دولة عربية هي علاقة عميقة وعلاقة متشعبة وعلاقة يستفيد منها الطرفين، وفي إطار الثنائي تستمر الدول الأوروبية في السعي لتوثيق علاقتها
مع الدول العربية استفادة من هذه العلاقات الاقتصادية. استئناف سوريا لمقعدها هو قرار جماعي اتخذ على مستوى الجامعة العربية واتخذ وتم التحضير له من خلال إطار لمجموعة اتصال عربية ضمت مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق، ضمت في مرحلة ما الحكومة السورية ممثلة في وزير الخارجية لوضع خريطة الطريق تم اعتمادها بوجود وزير الخارجية في عمان، حددت ما هو المسار حتى يتم استعادة تطبيع العلاقات العربية السورية، أسكت وركزت على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وتناول كافة القضايا الأخرى اللي هي تصب في مصلحة الشعب السوري في المقام الأول. كنا نتصور أن يكون ذلك محل تقدير من قبل شركائنا في أوروبا، أن يكون هناك اهتمام بهذه العلاقة الوثيقة، وهذا الاجتماع لم يعقد، آخر مرة عقد كان من 4 سنوات، فأنا أعتبرها فرصة ضائعة، نأمل أن نتجاوزها سريعا من منطلق حرصنا واهتمامنا بهذه العلاقة سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المؤسسي فيما بين المجموعتين، مع تقدير أنه كل الجهود التي تبذلها مصر وأشقائها العرب هي في رعاية المواطن والشعب السوري. الشعب السوري عانى كثيرا عبر السنوات العشر الماضية، على كل أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه المعاناة، وأن نتعدى الماضي وننظر إلى الأمام، ننظر إلى كيفية التعامل مع القضايا بشكل يعيد الاستقرار ولكن يراعي أيضا معاناة الأفراد العاديين، وبالتأكيد أن الشعب السوري يستحق الرعاية والاهتمام وتجاوز محنته وأزمته. أخذ سؤال أخير. أستاذة سارة شلقاني، الدستور. سارة شلقاني الدستور. سيادة الوزير سامح شكري، حضرتك عدت صباح اليوم برفقة دولة رئيس الوزراء من مهمة سلام إفريقية لروسيا وأوكرانيا، هل لك أن تطلعنا على أهم أو أبرز معالم هذه الزيارة، خلفيتها وأهدافها، وكذلك تقييمكم لنتائجها؟ شكرا. المسعى الأفريقي يأتي من منطلق اهتمام الدول الأفريقية كلها، وهذه المجموعة ممثلة للقارة الأفريقية بالسعي لتحقيق السلام وتجاوز الأزمة اللي نشأت من خلال الصراع الروسي الأوكراني. الهدف من البعثة كان بالاستماع إلى كل من الطرفين الأوكراني والروسي، وفي نفس الوقت استكشاف إلى أي مدى نستطيع أن نتجاوز الحرب الدائرة، أن يتم وقف إطلاق النار، أن يتم العودة إلى نوع من الحوار الدبلوماسي، من منطلق أنه أي صراع عسكري لابد أن ينتهي في النهاية من خلال الوسائل السلمية. حل النزاعات من خلال الوسائل السلمية هو أحد المكونات الرئيسية في ميثاق الأمم المتحدة. نعلم تعقيد الموقف، ولكن أيضا من منطلق الأثار اللي ترتبط على من هذه الأزمة على الدول الأفريقية، مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وأثرها، الضغوط في التضخم، الأمن الغذائي والأمن الطاقة، كل هذه هي تداعيات لهذا الصراع تأثر بها دول القارة تأثر كبير، وبالتالي لها مصلحة ذاتية ولكن أيضا مصلحة أوسع في الاستقرار العالمي والعمل في إطار الوسائل السلمية. تم لقاءات على مستوى رئيسي البلدين، تم الاستماع إلى وجهة نظريهما، تم طرح الرؤية الأفريقية نحو
تحقيق انفراج في هذه الأزمة وانتقلها إلى دائرة الحلول السياسية. بالتأكيد أنه هذه أول جهد يبذل، لم يكن متصور أن يكون له نتائج فورية، ولكن هو بداية لمسار وتواصل نأمل أن يأتي بأثاره في النهاية. هيظل للدول الأفريقية تمثل ربع المجتمع الدولي اهتمام بقضاياها، سواء قضايا القارة لكن أيضا القضايا فيما يتجاوز الحيز الجغرافي نظرا لتأثير هذه الأزمة على السلام والاستقرار الدولي بصفة عامة.